بعد الجدران والكاميرات والحراسة المشددة، المجر تبحث عن أساليب جديدة في إطار سياستها المعادية للمهاجرين واللاجئين لتسيطر بشكل تام على حدودها. فمنذ أكثر من 3 أشهر نشرت السلطات في البلاد إعلان توظيف ما أسمتهم بصائدي الحدود، شرطة جديدة ستدعم الآلاف من الجنود المنتشرين على الحدود. هذه الفرقة وبعد تدريبات قتالية لمدة 6 أشهر ستصطاد على الحدود، ولكن ماذا ستصطاد؟ أردت أن أكون رجل شرطة منذ طفولتي. هذا التدريب فرصة رائعة لخدمة وطني والدفاع عنه. كنت أعمل في مجال السياحة وكنت أريد شيئا مختلفا وتحديات جديدة. هذا التدريب لصائدي الحدود جاء في اللحظة المناسبة. هذا الإجراء سيضاف إلى ترسانة الإجراءات التي تعتمدها المجر لوقف الهجرة إلى أراضيها، وكان آخرها المصادقة على قانون يجيز احتجاز كافة المهاجرين القادمين إلى البلاد لمدة مفتوحة في معسكرات اعتقال على الحدود إلى أن يتم البت بطلبات لجوئهم.